للحديث أكثر عن الفساد الحكومي في العراق والوعود المتكررة بمحاربته، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبيرة الاقتصادية دكتور صباح علو. أهلا بك دكتور صباح. بداية، يعني لجنة النزاهة تقول إنها ستعد تقريرا عن المسؤولين عن سرقة القرن، هل ستستطيع اللجنة إنجاز هذا التقرير برأيك في ظل تورط الجميع كما يقول الكاظمي؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة عودتنا الحكومات العراقية منذ 2003 ولغاية اليوم بوجود لجان وهيئات رقابية، ولكنها لم تحاكم أحدا في مسألة سرقة المال العام. هذه الفضيحة التي كشف عنها في 2021 وليس الآن، ولكن هذه الفضيحة تحولت إلى حالة من حالات السجال ما بين الهيئات القضائية وكذلك أيضا الرقابية وكذلك أيضا التشريعية. ولذلك نلاحظ تمكن وزير المالية من الإفلات من عملية ممكن أن تحصل له عملية اغتيال أو عملية تصفية قبل أن يقدم استقالته في 16 آب 2022، بسبب أنه نشر فضيحة هذه السرقة الكبيرة جدا والتي تعتبر من سرقات القرن حقيقة، للمبلغ الكبير جدا الذي يتراوح بين 2.5 مليار دولار أو 3.5 تريليون دينار عراقي من هيئة الضرائب. نلاحظ هذه السرقة تم التدبير لها ليس في وضح النهار، وإنما من تحت الكواليس، بدءا من في تاريخ 13/7/2021 ورد كتاب من اللجنة المالية في البرلمان السابق في 2021 تحت رقم 2021 يطلب حصر عملية التدقيق على الأمانات الضريبية والجمركية من قبل الهيئة العامة للضرائب دون المرور بديوان الرقابة المالية. هذا الكتاب قدم إلى وزارة المالية، أي أن قبل استقالة وزير المالية علي علاوي أعقبها كتاب آخر بالموافقة من مكتب رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية عن طريق الهيئة العامة للضرائب بتاريخ 10/8/2021 يشير إلى الموافقات أعلاه، الموافقات التي جاءت من مكتب رئيس الوزراء وكذلك أيضا الرقابة المالية، يطلب من وزير المالية التنفيذ. نعم، لكن دكتور صباح، وزير المالية، نعم دكتور صباح، لكن كيف ترى توقيت فتح ملف الفساد الآن؟ يعني إلى أي مدى ترى أن عامل تصفية الحسابات حاضر في الحديث عن مكافحة الفساد مع تسمية السوداني لرئاسة الحكومة على وجه الخصوص؟ في اعتقادي إثارة هذه الفضيحة لتمرير تشكيل الحكومة كما يطلب من القوى السياسية المتعاصصة في توزيع المناصب، ولم تستطع هيئة النزاهة حقيقة تقديم تقريرها إلا بعد تشكيل الحكومة، وسيكون تقريرا به شيء من الضبابية العالية جدا كي يتم عملية التغطية على كل هذه الأدلة التي طرحها وزير المالية قبل عدة أيام. دكتور صباح، لو وقفنا على قطاعات الدولة وتأثير الفساد فيها، كيف أثر الفساد على القطاع الأهم في الدولة، والحديث هنا عن قطاع النفط وانعكاس ذلك على الميزانيات في العراق خلال السنوات الماضية؟ وزارة النفط والوزارات الأخرى حقيقة بما أنها متحاصصة
أي أن عملية التغطية ما بين الأطراف المتصارعة، تم عمليات التسوية والتغطية على كل شكل من أشكال عمليات الخرق وعمليات السرقة وعمليات الهدر للمال العام. حتى مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء حقيقة قبل أكثر من أسبوع من عملية الانتخاب التي حصلت لرئيس وزراء جديد، قام بعملية استبدال أثاثه بقيمة لا تقل عن 50,000 دولار، ونشرت هذه في الإعلام بشكل واضح جدا للشارع العراقي. لكن ماذا عن قطاع التسليح دكتور صباح؟ ماذا عن قطاع التسليح؟ لا سيما وأن ملفات الإنفاق الأمني والتدريب وما تشتريها الأجهزة الأمنية كما هو الحال في فضيحة أجهزة كشف المتفجرات، ما مقدار ما أهدر وما تأثير هذه الأموال المهدرة في القطاع الأمني داخل العراق؟ تفضل. لو رجعنا قليلا إلى الموازنات السابقة التي كانت واضحة في تقاريرها، واضحة في تخصيصاتها للوزارات المختلفة، نلاحظ 2014، موازنة 2014 التي لم تعتمد لكن مسودتها كانت خصصت أكثر من 12 مليار دولار للأجهزة الأمنية والجيش، وهذه لم يقدم بها أي شكل من أشكال الختاميات في 2014، وكانت قيمتها تتراوح حوالي أكثر من 100 مليار دولار. إذن هناك استمرارية في عمليات السرقة والتعاقد بشكل غير واضح المعالم، سواء في وزارات الدفاع أو الوزارات الأخرى ومنها وزارة النفط. وهناك إدانات كبيرة جدا لوزير النفط السيد حسان عبد الجبار في مسائل كثيرة، ومنها تشكيل شركة جديدة للنفط أعطاها إمكانية عالية جدا برأس مال يتراوح بحدود 3.2 مليار دولار، ولكن المحكمة الاتحادية أوقفت هذه العملية لأنها مدركة أن هناك عمليات سرقة، أو أنها أوقفتها لحالة الصراع الدائرة في تلك الفترة قبل أكثر من 6 أشهر للصراع ما بين التيار والإطار في مسألة تشكيل الحكومة، أو عملية الصراع التي نتجت عن حالة الانتخابات في 10/10 والتي استمرت ولغاية اليوم رغم عملية الانتخاب والتشكيل ستستمر حالة الصراع والترقب لأي شيء يخرج عن ما يتصوره الشارع العراقي. لاحظ، ومن المحتمل أن تكون هناك حراك كبير جدا ضد كل أشكال الفساد اللي ممكن أن تستمر في حكومة السيد السوداني التي بدأت بناؤها وفق المحاصصة. أيضا الخبيرة الاقتصادية دكتور صباح علو، شكرا جزيلا لك.